أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جعل بعض المعلمين عندنا في الكلية 10 درجات على من غسل ميتا، فهل يجوز لي فعل هذا العمل التعبدي من أجل الحصول على الدرجة؟ أولا لا يجوز للمدرسين أنهم يعبثون بالدرجات، هذا يتبع النظام، نظام الدولة، ولا يتصرف أهل المدرس ويجعل بعضها لتقصير الجنائز وبعضها مدري السلف، هذا لا يجوز، هذا عبث بالنظام، هذا لا يجوز. نعم.